جبت الكلام اللي قلته جوه ده منين؟ قول لي اني كذاب. انت كذاب. استغفر. ما تقف هنا بتكلم معاك. لا 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 يا اشرف، ناس ايدك عشان ما تزعلش. ابعد عني يا الواد دلوقتي. ابعد عني ولدا. اهدى اهدى اهدى. بقول لك ايه؟ انا عامل حساب للعشره لحد دلوقتي. لما في حاجات لو اتعرفت انت هتتاذي. انتوا كلكم هتتاذوا اكتر مني مليون مره. لو ذكر اشرف اعملها. بس ما ترجعش تزعل يا اشرف. يلا بينا. في الوقت ده كنت منفصلة تماما عن كل حاجة بتحصل في حياتي العادية. كنت حاسة اني فقدت كل اللي كان بيربطني بالمكان ده في يوم من الأيام. سيف وقلقه على الشغل والسنتر واللي بيحصل في المارينا، كل ده كان بيدور حواليا، بس كأني بتفرج على كل حاجة من بعيد. كنتش بحس اني عايشة غير في الوقت اللي بقضيه مع جدتي، او لما عمر يكلمني، واللحظات المخطوفة اللي كنت بشوفه فيها. مش مصدقة اني اتسحبت عشان انزل اشوفك زي العيال. انا مصدق ومبسوط. ايه معلش، انا اسف، انا نزلت كده زي المجنونة بعد اللي بعدك. هلا، مش عارف اطلعك من دماغي. حاسس بعرفك من زمان مع اننا دوب لسه متقابلين. محتاج اشوفك، محتاج نتكلم. احنا بنتكلم اهو. مش كفايه، محتاج نبقى انا وانت لوحدنا. مش خايفين ومن التفت حوالينا لحد يشوفنا؟ معرفش يا عمر، مش عارفه. نروح القصر؟ نفسي اروح من زمان. هنروح بالنهار ونرجع سوا بالليل. انتي عايزه ده زي ما انا عايزه. ايه الثقه الجامده دي؟ طب صلحي لي لو انا غلطان. هفكر. هفكر. يوم الاربعاء. هفكر. هفكر. بشرب مية. ايه، مفيش مية هنا؟ مش ساقعة. طب ما تجيبي شوية. اسمعني عشان ما عنديش وقت. عندي ملحوظتين اتنين بس. المقدمه محتاجه تتظبط شويه. هقول لك يا حبيبي، لازم تشرح الاول ابراهيم ناجي قصده ايه قبل ما تقول رايك في الشعر ابراهيم ناجي. يعني تقول وجهه نظرك بس بعد ما تقول هو قصده ايه. والحظه الثانيه بقى في الفقره الثانيه دي استعاره مكنيه مش تشبيه. يا حبيبي استعاره. استاذ عمر اسمع. ثانيه واحده فنم فضلك. اسمعني، ما عنديش وقت. استعاره مكنيه يعني زي ما تقول ايه، الجيش افترس الاعداء. بهنا ايه؟ تم تشبيه الجيش بالاسود، مش كده؟ بس الاسود محذوف اللي هو المشبه بيه. خلاص؟ طيب يا حبيبي، مع السلامه. المواصفه يا فندم. ابنك؟ صلاح. ربنا يخليه لك. يلا نكمل؟ سباقة 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 سباقة.
عمر عامل ايه؟ زمانه كبر دلوقتي صح؟ حبيبي بقى عنده 8 سنين، بس من ساعة ما رجعوا على القاهرة بقيت أشوفه بصعوبة. أيوة بس القعدة هنا هتبقى صعبة لوحدك، مش بتفكري تنقلي هناك؟ والله ابني بيتحايل عليا، بس لا ما أقدرش، في السن ده صعب الواحد يغير عيشته وحياته. الحضانه اللي كنت بشتغل فيها اول ما اتخرجت، ست جميله قوي. انت بتشتغلي مدرسه؟ لا، اخصائيه اجتماعيه. امال ايه حكايه المطعم دي؟ قصه طويله قوي. انت بتحبي نعمل ايه؟ اول حاجه هنروح نشتري لك قميص ولا ناوي تكمل اليوم كده؟ يلا تشوفيه. قولي بقى. بصلي دي؟ لا؟ طيب ولا دي؟ دي؟ لو سمحتي. ايوه. في مرايه هنا؟ اه يا فندم، جوه في البروف. تمام. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ عمر مالها؟ شكلك عامل زي السياح. طب ما انا سايح جاي من القاهره، ايه رايك على البرنيطه حتى؟ لو سمحتوا يا جماعه، ما ينفعش اكتر من شخص في نفس البروفه. انا قلت لك ما ينفعش. خد ده وسيب اللي في ايدك يا دكتور، لايق عليك. شكرا على الشال. لايق عليك وماشي مع الفستان. فنان برضو. انت عارفه ان احنا هنا قريبين من القلعه وممكن ناخد تاكسي من بره. انا جعانه. وانا كمان. يلا بينا، هنلاقي اي مكان واحنا ماشيين. اتفضل.